فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل الهجر الشرعي يطبق في كل الأحوال حتى مع الإخوة والأصدقاء وغيرهم؟ مثلاً كهجر الأخ لأخيه بسبب سوء أخلاقه، سوء أخلاقه مع والديه. الهجر الشرعي قد يكون بسبب البدعة. وقد يكون بسبب المعصية. فإن كان بسبب البدعة فينظر فيه إلى مصالح عظيمة إذا وجدت واحدة منها فإنه يكون مشروعا منها مصلحة المبتدع نفسه إذا كان الهجر ينفعه ينفعه فإنه يهجر ومنها مصلحة الهاجر نفسه فإن مخالطة أهل البدع كالجرب تعدي صاحبها وما جالس أحد أهل البدع وسلم له دينه وينظر فيها إلى مصلحة الناس لا سيما إذا كان الشخص ذا قيمة عند الناس فانه اذا كان يخالط اهل البدع يقول الناس لو 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 كان عندهم شيء ما جالسهم فلان ويغترون ببدعهم ويقعون في بدعهم وينظر فيها الى مصلحه اعزاز السنه ونصره السنه وهذه مصلحه عظيمه فاذا وجدت واحده من هذه المصالح فان الهجر الشرعي مشروع حتى للاخ وللابن اذا وجد هذا السبب مع عدم اهمال الوعظ والتذكير والحرص على انقاذ هذا المبتدع من هذه البدع واما الهجر بسبب المعصيه فانه ينظر فيه الى مصلحه فاعل المعصيه فان كان فاعل المعصيه اذا هجر من قبل هذا الشخص ينزجر عن معصيته ويترك معصيته لان لهذا الرجل مقاما عنده فانه يهجر اما اذا كان صاحب المعصيه اذا هجر يفرح ويزداد عتوا ويزداد عصيانا وصلته تجعله يستحي وينكسر وتقل معصيته على الاقل فانه لا يهجر فانه لا يهجر نعم